لنفترض أنا لدي خط، لنرسم خط مستقيم ومعادلة هذا الخط حيث أنه يقع على الاتجاه الأفقي ستساوي y يساوي قيمة ثابتة. دعوني أكتب هذا. إذا معادلة هذا الخط هي y تساوي k، ولنقل أن لدي نقطة أخرى سأسميها حسنا، سأسميها البؤرة لأنها ستصبح بؤرة. لنقل أن النقطة لنضعها هنا إنها الإحداثي، لنسميها A فاصلة B. ولنفكر الآن في مجموعة النقاط أو المحل الهندسي لجميع النقاط التي تكون متساوية البعد بين هذه النقطة وهذا الخط. وللحصول على المصطلح سنسمي هذا الخط بالدليل. دعوني أكتب هذا Directrix الدليل. ربما أنها كلمة لم تسمعها من قبل، وبصراحة لم أسمعها خارج سياق القطاعات المكافئة أو المخروطية. ولنسميه الدليل. هذه البؤرة Focus، وما نريد فعله هو إيجاد جميع النقاط الموجودة على السطح XY والتي متساوية البعد عن هذه البؤرة وهذا الدليل. وهناك نقطة واحدة من خلال النظر إليها ستقول أنها ستكون في المحل الهندسي لدينا، ستكون هنا لأنه بوضوح هذه النقطة متساوية البعد أنها في منتصف الطريق بين هذه النقطة وهذا الخط. لنرى الآن ما هي النقاط الأخرى. ستكون هذه النقطة لأن المسافة متساوية من هنا إلى هنا، هي نفس المسافة منها إذا قمت برسم خط الأسفل. تذكر أننا نريد أن نحصل على أقصر مسافة من هذه النقطة إلى هذا الخط. يمكن أن تقول شيء كهذه المسافة، لكن هذه المسافة لن تكون الأقصر بين هذه النقطة وهذا الخط، إذن يمكن الانتقال للأسفل إلى هذا الخط. كذلك هذه النقطة ستكون هنا، إذن هذه المسافة نفس هذه المسافة. وبالطبع يمكنك على ما أعتقد أن تبدأ بتخيل نوع الشكل هذا، وإذا نظرت إلى عنوان هذا العرض فربما يمكنك تخمين محتوى هذا الشكل. سيبدو هكذا، إذن سيبدو هكذا أو شيئا مشابها لما نعرفه عن القطع المكافئ. وفي الواقع سيكون قطع مكافئ، لا يوجد شيء غامض، لكن ما سنقوم به في هذا العرض هو أننا نوضح أن هذا قطع مكافئ وإيضاحه لكم بطريقة رياضية وليس بالرسم كما هو هنا. إذا هذا يبدو كقطع مكافئ لأن المسافة هنا تبدو نفس هذه المسافة هنا، ويمكن الاستمرار في الانتقال أعلى وأسفل المنحنى، لكن هذا غير كافي. دعونا نوضح بطريقة رياضية أن المحل الهندسي لجميع النقاط متساوي المسافة بين هذه النقطة وهذا الخط، هذه البؤرة وهذا الدليل، هي في الواقع قطع مكافئ. لنفترض أن لدي مجموعة نقاط في هذا المحل الهندسي، ودعوني أضع هذه النقطة هنا. سأقوم بهذا بلون مختلف لأن هذا نفس لون الدليل X فاصلة Y. أريد أن أجد كل من X فاصلة Y، جميع النقاط التي تتوافق مع المعادلة التي توضح أن مسافتها إلى البؤرة مساوية للمسافة إلى الدليل. إذن ما هي المسافة بين X فاصلة Y والبؤرة؟ ما هي هذه المسافة دي واحد؟ حسنا، لقد استخدمنا صيغة المسافة، إنها X إحداثي X للبؤرة. إذن ستكون X ناقص A تربيع. إذن الفرق بين X المربعة وبين y المربعة زائد y ناقص b تربيع. الجذر التربيعي لهذا، إذا هذه المسافة إلى البؤرة سأسميها d1، هذه المسافة هنا، ونريد إيجاد كل من x و y حيث المسافة إلى البؤرة تساوي المسافة إلى هذا الخط هنا.
حيث المسافة أو إذا قلنا أن هذه المسافة اللي نسميها دي اثنان هي المسافة إلى الدليل. إذن المسافة إلى البؤرة ستكون مساوية لدي اثنان، ودي اثنان كم تساوي؟ حسنا، إنها الفرق في واي لأنه ليس مهما أين موقعنا، سننزل للأسفل باستقامة إلى الدليل. إذن الفرق في واي يمكن أن أقول واي ناقص كي، سيكون هذا الفرق في واي. لكن في هذه الحالة قد فعلت هذا ليكون الإحداثي هنا أعلى من كي، لكن ماذا لو كانت هذه النقطة أسفل هذا الخط؟ أعني كما قلت لا شيء هنا، يمكننا فقط من التعامل مع نقاط أعلى من الخط، لم نقم بإثبات هذا بعد. وللتأكد من هذه المسافة موجبة يمكننا أخذ القيمة المطلقة أو يمكننا تربيعه ومن ثم نأخذ الجذر التربيعي، ومن ثم هذا يؤكد أننا لا نتعامل مع مسافات سالبة. هنا نضع معادلة لكل من X وY، حيث المسافة إلى البؤرة مساوية للمسافة إلى الدليل. ودعونا نرى إذا كان هذا قطع مكافئ. دعونا نرى، أول شيء يمكننا القيام به أنه يمكننا تربية طرفين والتخلص من الجذور. إذن لدينا X ناقص A تربيع، الجذور ليست جيدة. حسنا، لا أريد عمل أي تعقيدات. إذن زائد واي ناقص بي تربيع يساوي واي ناقص كي تربيع. والآن على الأقل يبدو أنه سيكون لدينا بعض من عبارات واي تربيع، حتى الآن لا يبدو أنه قطع مكافئ، لكن في المستقبل سيبدو كذلك، أرجو ذلك. هذه X ناقص A تربيع، ثم دعوني أقوم بتربيع هذه، سأقوم بتوسيع هاتان المعادلتان. إذن زائد Y تربيع ناقص 2YB زائد B تربيع يساوي y تربيع ناقص 2yk زائد k تربيع. ما يمكننا أن نفعل لتبسيط هذا؟ حسنا، لدينا y تربيع هنا ولدينا y تربيع في الجهة الأخرى. يمكننا إذن أن نطرح y تربيع من كلا طرفي المعادلة، وبالتالي ستحذفان، ثم نتخلص من y تربيع. هذا ستبدأ أكثر بالظهور كقطع مكافئ لأن هذه المعادلة تنسب إلى Y إلى X تربيع. دعونا نمحو هذا ونتأكد أن بإمكاننا الحصول عليها بالصورة مألوفة للقطع المكافئ. إذن لدينا الآن، سأعيد الكتابة، X ناقص A تربيع ناقص 2YB زائد B تربيع يساوي ناقص 2YK زائد K تربيع. دعونا نأخذ كل الY والثوابت إلى جهة واحدة من المعادلة، فإذا نقلنا جميع هذه العبارات إلى الجانب الأيمن يمكن أو يكون علينا أن نضيف 2YB لطرفي المعادلة، فنحصل على X ناقص A تربيع. أنا أقوم بنقل كل من هذه العبارات إلى الجانب الأيمن، فإذا أضفنا 2YB لكلا الطرفين نحصل على موجب 2YB على الجانب الأيمن، ثم نحصل على 2 أو ناقص 2YK. ومن ثم نطرح ب تربيع من طرفي المعادلة، إذن ناقص ب تربيع زائد ك تربيع. لقد قررت أن أكتب ما أنقله من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن باللون الأرجواني حتى تصبح الصورة أوضح. ودعونا نرى إذا كان يمكننا تبسيط هذه أيضاً.
وتذكر أنه إذا كنت تعرف ما أقوم به فأنا في مؤخرة رأسي أحاول الحصول عليه بصيغة تتوافق مع القطع المكافئ، وسأقوم به في المركز هنا حتى تعرف مسار الجبر. أحاول الحصول على صيغة x ناقص a تربيع يساوي y ناقص b، لأنه إذا حصلنا على هذه الصورة ax، دعوني أكتب هذا لأنني ابتعدت إلى اليمين كثيرا، a كابيتال ضرب x ناقص، لقد استخدمت a، دعوني أضع لا أعرف x ناقص v تربيع، اخترت هنا v. أنا أقوم بتشكيل المتغيرات تلقائيا، A ضرب X ناقص V تربيع يساوي Y ناقص B، وكما تعرف الحروف الفعلية التي قمت باختيارها لا تهم، لكن هذه الصورة العامة للقطع المكافئ وأنا أحاول الوصول إلى هذا. فإذا استطعت الحصول على هذه القيم بهذه أو بهذا الشكل، إذن فنحن سنعرف أننا نتعامل مع القطع المكافئ، ومن ثم يمكننا أن ننسب ما ربطناه بالقطع المكافئ إلى هذه العبارات هنا. وكما هو واضح أن هذه الحروف مختلفة عن تلك الحروف، ثم يمكننا محاولة إيجاد إذا كان لدينا قطع مكافئ كيف يمكننا إيجاد بؤرته ودليله. لكن على أي حال هذا ما كان جانبا، كي تعرف أننا قد بدأنا لنحاول إذن أن نبسط هذا قليلا فنحصل على، حاولوا أن تتابعوا معي، أرجو ألا تشعروا بالملل. إذا نحصل على x ناقص a تربيع يساوي، نقوم بإخراج 2 و y كعاملان مشتركان ونحصل على، لنخرج y أولا، نحصل على 2b ناقص 2k ضرب y، وأريدها أن تكون ناقص عدد ثابت، إذا لدينا ثابت هنا أنه عدد ثابت مربع زائد ثابت آخر، ويمكن أن تساوي هذه قيمة سالبة، إذا دعوني أفكر بهذا، ستكون ناقص ب تربيع ناقص ك تربيع، وإذا قمت بتوزيع هذا السالب فسأحصل على ناقص ب تربيع زائد ك تربيع، هذا نفس الشيء هنا. هل يمكنني إخراج عامل مشترك؟ نعم يمكنني استخراج 2، كل القيمة ستصبح x ناقص a تربيع تساوي 2 ضرب b ناقص k ضرب y ناقص، حسنا، وهذا هنا b زائد k ضرب b ناقص k، وربما أنك تريد مراجعة العوامل متعددة الحدود، وإذا لم يكن هذا مألوفا، لكن هذه b زائد k ضرب b ناقص k، وأريد القيام بهذا لأنني أرى أن b ناقص k إنه لمن المثير للاهتمام الحصول عليها هنا بكلا العبارتين. إذا قسمنا كل شيء، دعونا نقسم كل شيء على 2b ناقص k، لأنني أريد هنا y فقط ولدي هنا معامل أمام y، إذن لنقسم كل شيء على 2b ناقص k فنحصل على، هنا دعوني أقوم بذلك في الأسفل هنا لأترك مساحة، 1 على 2 b ناقص k ضرب x ناقص a تربيع يساوي، أنا أقوم بقسمة هذا على 2 ضرب b ناقص k فتحذف هذه، y ناقص، فإذا قسمت هذه على 2 b ناقص k، b ناقص k تحذف ويتبقى لدينا
ب زائد ك على 2، وأعتقد أنني حصلت عليها بالشكل الذي أريد. وفي هذه الحالة الـ A التي قمت بكتابتها في الأعلى هنا أصبحت 1/2 B ناقص K، والـ V هنا هي A الموجودة هنا، Y هي Y، ثم أن العبارة الثابتة هنا هي هذا. وأتمنى أنني قمت بإيضاح أن المحل الهندسي لكل النقاط المتساوية البعد عن هذه النقطة إنها حقا نقطة كيفية. لقد قلت أنها النقطة AB وخط معين في الحقيقة قطع مكافئ، وهذه واحدة من الطرق التي يعرف الناس على أنها قطع مكافئ. وربما سنرى قريبا أنه عندما نغير هذه العلاقة في هذه الحالة وجدنا أن جميع النقاط متساوية البعد عن البؤرة والدليل. وإذا استطعنا تغيير هذه النسبة وإذا وجدنا جميع النقاط التي نصف بعدها عن الدليل كبعدها عن البؤرة، وقد بدأنا نحصل على قطع مخروطي إذا قلنا مرتين بقدر ما حصلنا على قطع مخروطي آخر. إذن هذه طريقة مثيرة للانتباه للربط. أحيانا تكون القطاعات المخروطية كما وضحت لكم في العرض الأول جميعها مرتبطة بالقطع المخروطي ثلاثي الأبعاد، لكنها مرتبطة أيضا بهذه الطريقة. وأخيرا أريد ربط هذا بالمخروط ثلاثي الأبعاد ليمكنك رؤية كيفية تناسبها مع بعضها، حيث أن هذا أكثر شيء ممتع في الرياضيات. إذن هذا حتى الآن كما قمت بتوضيحه لكم، حيث إذا أخذنا المحل الهندسي لجميع النقاط المتساوية البعد بين نقطة ما والدليل، فيتكون لدينا الآن الشيء المثير للاهتمام أننا نفترض أن لدي قطع مكافئ. دعوني أعطي شكل عام، وسأقوم باستخدام أحرف مختلفة غير التي استخدمتها في الأعلى. لنفترض أن لدي القطع المكافئ y ناقص y واحد، y ناقص y واحد، حيث أنها مجرد نقطة على القطع المكافئ، يعني y واحد، y ناقص y واحد، أو يمكن أن نسميها ثابت، تساوي لنسميها، أريد استخدام A حرف الأكبر لA، أعرف أنها مختلفة عن الحرف الصغير A، إذن A ضرب X ناقص X واحد تربيع. عندما ترى X واحد أو Y واحد هذا يعني أنك تتعامل مع عبارة ثابتة، وإذا رأيت فقط Y أو X هذا يعني أنك تتعامل مع عبارة متغيرة. إذن هذه ثوابت، ويمكنني وضع أحرف هنا، يمكنني وضع A و B، لكنكم ستنزعجون من هذا، لكن دعونا نرى إذا كان يمكن أن نربط هذه الأحرف لأنها شيء من الطبيعي أن نراه. ثم نريد أن نجد البؤرة أو الدليل لقطع مكافئ هكذا، فكيف يمكن أن نربط هذه القيم بهذا؟ كيف ترتبط K و A و B بهذا؟ لنرى إذا كان يمكن وضع هذا، وإذا استطعنا أن نوافق هذا، هذه A، فإذا قلنا أن X1 صورة مصغرة للحرف الصغير A فعليا هذا، فهذا توافق نمطي مباشر، أي بالطبع يمكن كتابة هذا على هذا الجانب، X1 تساوي A، فمهما كانت قيمة X ستكون هذه أيضا قيمة X من نقطة البؤرة، وهذا منطقي لأن في هذه الحالة نحن فعليا قد تعلمنا في العروض السابقة، لكن تعلمنا أن قمة القطع المكافئ أو رأس القطع المكافئ هي النقطة X1 Y1. على أي حال لا أرغب بإزعاجكم، هل تعلمون ما أنوي فعله؟ لا أريد أن أمضي سريعا في هذا الموضوع، أعتقد أن هذا العرض قد أخذ وقتا طويلا جدا، سأكمل هذا في العرض التالي، أراكم قريبا.